متابعينا ومتابعي موقع بصرة على الأخبار، ما زلنا مع حضراتكم ننقل لحضراتكم مراسم تشييع جثمان المخرج الراحل أحمد النحاس الذي وفاته ألمانية بالأمس بعد عمر ناهز 73 عاما قضاها حبا في السينما والإخراج والرسائل الرنانة. والآن يقام مراسم تشييع الجثمان من داخل مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر بحضور كل من الأهل والأصدقاء والمقربين إلى الفنان الراحل. سعيد المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من لا يعرف المخرج أحمد النحاس مخرج وكاتب سيناريو مصري، ولد عام 1950 وحصل على درجة البكالوريوس في قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977. بدأ النحاس مشوار كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد العالي للسينما. عاش المخرج أحمد النحاس سنين عمره كلها قضاها حبا في السينما والتمثيل وممارسة العمل السينمائي. ومن أشهر أعماله فيلم الطائرة المفقودة، ثم فيلم الأبغاض والسجينتان والشيطانة والقلب وما يعشق، ثم اتجه إلى التلفزيون وتفرغ لها. ومن أبرز أعمالي التلفزيونية الوتد وسلمى يا سلامة وحكاية المرندش والخفافيش.
بصراحة. ها؟ بجد؟ حضر العزاء عدد من نجوم الفن و وعدد من نجوم السينما والإعلام، وعلى رأسهم الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن. أتى ليقدم واجب العزاء والصلاة على الفقيد أحمد النحاس المخرج السينمائي والذي وفته ألمانية يوم الاثنين الماضي. والآن يقام مراسم العزاء من داخل مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر. لسه ما جبتش التمن ده، فاتح قبل 7 دقايق. أنا 8. هو مسلم يا جدعان، كان هو اللي هيبقى البوم بتاعنا.